السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندرو على الدواء الأسي الخاص بالثانية بكالوريا آداب أحرار. دونك بغينا نديرو هذه المرة الدواء الأسي. الدالة الأسية شناهي؟ هي الدالة العكسية ديال الدالة اللوغاريتمية اللي درنا قبل. لماذا؟ يعني أن حتى المنحنى ديالهم كيكونوا متماثلين بالنسبة لواحد المستقيم. هذا الشيء ما كيهمكمش نتوما، اللي غتهزو من هذه الدالة العكسية هو أن الإعلان كيحيد الإكسبونونسيال والإكسبونونسيال كيحيد الإعلان. يعني ماذا؟ ملي مثلا كيكون عندي اكسبونونسيال ديال الان واحد، اشنو غتساوي هادي؟ والله بصفة عامة اكس، غندير هنايا اكس، هادي كتساوي اكس. اكسبونونسيال كيحيد الان كيبقى هنا اكس، ولا العكس، الى عندي مثلا ان اكسبونونسيال اكس يساوي اكس، دائما الإعلان كيحيد الإكسبونونسيال. غنديرو المنحنى ديال الدالة إكسبونونسيال ديال الدالة الأسية باش نشوفو أشنو غادي نخرجو منو. دونك أول حاجة بعدا خصنا نعرفو، دونك هنا هذا هو المنحنى ديالها، يعني كما قلت لكم كان ديال الدالة اللوغاريتمية كيمشي هاك، هذا كيمشي يطلع هاكا. يعني كاين فرق بينهم، بحال إلا مشاي إلا مشينا النهايات، النهاية. دونك كنا قلنا في الإعلان بلي إعلان ديال صفر بليس كيعطينا موان لانفيني، هنا العكس، هنا عندنا لا ليميت، لا ليميت ديال إكسبونونسيال إكس عندما يؤول إكس إلى موان لانفيني. وشوفوا معايا بلي إكس، إكس هنا ناقص واحد ناقص جوج، إكس غادي لانفيني في محور الأفاصيل، إكس غادي لموان لانفيني. هاد المنحنى فين كيقرب؟ ما تقولوش لي غيمشي لموال لانفيني حتى هو، حيت المنحنى هو فين كيمشي لموال لانفيني، لا نزل لتحت، هنا كيقرب، كيقرب باش يلصق مع هاد محور الافاصيل، ولا كاع يلصق مع محور الافاصيل، شحال غيكون هاديك النقطة هي صفر، دونك كيمشي لصفر، يعني لا ليميت ديال اكسبونونسيال اكس عندما يؤول اكس إلى موال لانفيني، اكسبونونسيال اكس يؤول إلى الصفر، وكاينة النهاية الثانية، هادي بحالها بحال الإعلان. قلنا في الالان ملي اكس كيمشي لبلس لانفيني الالان كتعطي على بلس لانفيني، وحتى هنا لان ملي كنشوفو اكس، اكس غادي وكيكبر، الاكسبونونسيال فين كيمشي؟ كيمشي لبلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال الاكسبونونسيال اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه تساوي زائد ما لا نهايه. دونك حاجه اخرى، ان هنا في هذه النقطه هذه اكسبونونسيال ديال اش، شحال الأفصول ديال هاد النقطة؟ هو صفر، يعني إكسبونونسيال ديال صفر يساوي واحد، وهادي حاجة عادية لأن كنستعملو الخاصيات ديال القوى، أو هذا أو اللي كنا قرينا، أي عدد أس صفر كيعطينا واحد، دونك هادي خاصية من الخاصيات ديال القوى. ثم كنستعملو بما أننا ذكرنا الخاصيات ديال القوى، إلا قلنا مثلا إكسبونونسيال إكس، إكسبونونسيال إكس على إكسبونونسيال إيكغيك، دونك كتساوي خارج قوتين، بحال عندي خارج قوتين لهما نفس الأساس، دونك نحتفظ هذاك اللي عندي بحال بحال كنحتفظ بيه، وهادو كندير إكس ناقص إيكغيك، والعكس عاود تاني، إلا عندي إكسبونونسيال إكس مضروبة في إكسبونونسيال إيكغيك، دونك هنا كنديرو كنحتفظو عاود تاني بهداك أو، وكنديرو مجموع ديال هادو إكس زائد إيكغيك. وكاينين بزاف ديال الخاصيات، مثلا عندنا الا كان عندنا اكسبونونسيال اكس يساوي اكسبونونسيال ايكغيك، اش كيعني هذا؟ دونك نقدر ننقذ واحد المرحله ولا ما ننقذوهاش كاع، قلنا باش نتخلصوا من هاد الاو، من هاد الاكسبونونسيال كندخلوه الان، كنعطيوه الان، والعكس عاوتاني الا عندي الان بغيت نتخلص منها كنعطيها الاكسبونونسيال. دونك الا دخلنا هنا الان وهنا الان غتكون عندنا الان اكسبونونسيال اكس يساوي الان اكسبونونسيال ايكغيك، دونك غيمشي الان مع الاكسبونونسيال غيبقى لنا اكس يساوي ايكغيك. دونك حتى الا بغينا نقزو من هنا لهنا راه كنقزو، الا كان عندنا اكسبونونسيال ديال واحد العدد كيساوي الاكسبونونسيال ديال العدد الاخر، يعني ان دوك العددين متساويين. ثم واحد الحاجه اخرى ما ننساوهاش، هي مجموعه التعريف ديال الداله الاكسبونونسيال. دونك الدالة الإكسبونونسيال قلنا في الإعلان، دونك هنا شوفو المنحنى، المنحنى كيمشي من موان لانفيني
وكيبقى غادي، يعني ماشي بحال الالين كان مرسوم غير من هاد الجهه هذيك. هذا شد كل شيء، يعني انا مجموعه التعريف ديال الاكسبونونسيال دي دو اف تساوي ار، يعني ماشي بحال الالين، ما بداخل الالين خصو يكون موجب. هنا لا، هنا اكسبونونسيال اكس، ملي كيكون عندي اكسبونونسيال اكس الا قلنا مجموعه التعريف هي ار، يعني اي قيمه عطيناها الاكس كتبقى هذه صحيحه، وفعلا راه صحيحه، يعني اي قيمه عطيتيها الاكس كيبقى الغياب صحيح، سواء عطيتيها صفر ولا ناقص واحد ولا ناقص جوج، بالعكس ديال الالين. ان الالين ما خصكش تعطي الاكس مثلا ناقص واحد ولا، يعني دائما خص يكون من صفر بلوس للفوق. ثم الاشاره ديال الاكسبونونسيال اكس، اكسبونونسيال اكس هو موجب، يعني كيفما كانت قيمه اكس كيفما كانت، سواء عطي اكس مثلا اكسبونونسيال ناقص واحد هذه كبر من صفر، اكسبونونسيال ناقص جوج، يعني الا هزيتو الاله حاسبه واي قيمه عطيتوها الاكس سواء كانت موجبه ولا سالبه، كتلقاو دائما ان الاكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من الصفر. وهذه خاصيه اخرى كنزيدوها الخاصيات ديالنا. دونك ملي الاكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من الصفر، ثم غندوزو المشتقه ديال الاكسبونونسيال اكس، اكسبونونسيال اكس بريم في الالان، باش ما تخلطوش دائما في الالان، كنا كنديرو اي بريم على اي، كتعطينا واحد على اكس. هنا الاكسبونونسيال اكس كديرو المشتقه لهادي بوحدها اكس بريم، وعاد كنكتبو هادي اكسبونونسيال اكس بوحدها، كتساوي المشتقه ديال اكس شنا هي، قلنا هي واحد مضروبه اكسبونونسيال اكس تساوي اكسبونونسيال اكس. دونك هادي ساهله باش تفكروها، المشتقه ديال اكسبونونسيال هي نفسها اكسبونونسيال اكس، دونك مكتغيرش، المشتقه ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. وملي المشتقه ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس، واخا جيو معايا دابا، ملي حنا غندوزو للتمارين باش ندرسو الداله، يعني دائما باش نديرو هاد جدول التغيرات كتحسنا المشتقه، الاشاره ديال المشتقه، لان في دراسه الداله شنو بغينا؟ بغينا نعرفو واش الداله تزايديه ولا تناقصيه. هنا حيت غير اكسبونونسيال بوحدو راه عارفين الرتابه كيفاش دايره، يعني كنلاحظو بان المنحنى غادي وكيطلع، يعني حتى هي تزايديه قطعا بحال بحال الالين، غير هو بصفه عامه كنحسبو المشتقه، كنشوفوا الاشاره ديال المشتقه، وهادشي ان شاء الله غنديروا تمارين ونديروا الاجوبه ديالهم باش نشوفوا كيفاش كندرسوا الداله. دونك هنا قلنا المشتقه ديال الاكسبونونسيال هي الاكسبونونسيال اكس، والاكسبونونسيال كيفاش قلنا داير موجب قطعا، يعني اف بريم لي اكس هنا موجبه قطعا من ناقص ما لا نهايه. دونك في الالين الا شفتوا كندير صفر زائد ما لا نهايه حيت هي معروفه في صفر، وكنزيد واحد الخط هنا حيت صفر ما داخلش، يعني اللي من ديال صفر للفوق. الاكسبونونسيال لا، الاكسبونونسيال هي ار، مجموعه التعريف ديالها هي ار، دونك من ناقص ما لا نهايه حتى لزائد ما لا نهايه. وملي الاكسبونونسيال اكس المشتقه ديالها موجبه قطعا، قلنا في الحصص السابقه الا كانت اف بريم موجبه قطعا كيعني ان اف تزايديه قطعا، الا كانت اف بريم سالبه كيعني ان اف تناقصيه. دونك هنا ان اف بريم موجبه يعني اف تزايديه قطعا، يعني الداله ديال الاكسبونونسيال، وهذا الشيء واضح من المنحنى، ان المنحنى غادي وكيطلع، يعني ان الداله تزايديه. ثم قلنا لا ليميت ديال موان لانفيني هي صفر حسبناها قبل، ولا ليميت ديال زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. دونك نتمنى انكم تستافدوا، والى حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.